السلام عليكم. اليونان تسمح لناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لديها باستئناف ملاحتها. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت شرطة الموانئ اليونانية أن الناقلة التي تحمل النفط الإيراني والتي تم احتجازها منتصف أبريل الماضي بناء على طلب أمريكي ستكون قادرة على استئناف ملاحتها. ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن وسائل إعلام يونانية قولها إن الناقلة التي كانت موجودة في ميناء كريستوس في جنوب جزيرة إيفيفيا وتوجهت الأحد إلى ميناء بيريواس، حيث سيستدعى القبطان والشركة في الساعة المقبلة لتقديم شهادات الصلاحية للإبحار. وأوضح مصدر دبلوماسي أنه ثم سداد الديون لشركة القاطرات، مضيفا أن أثينا تأمل أن تفرج طهران سريعا عن ناقلتي النفط اليونانيتين التي كانت قد احتجزتهما. وكانت مؤسسة الموانئ الإيرانية أعلنت أن حكومة اليونان أصدرت قرارا بالإفراج عن السفينة الإيرانية وعودة شحنة النفط لمالكيها، وقالت إن الإفراج عن السفينة جاء بفضل الإجراءات السريعة لإيران رغم سعي واشنطن لمصادرتها. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.